بخالص المواساة والعزاء المتمنين لنا يعني الصحة لصاحب الجلالة، ومتمنين كذلك وطالبين من الله أن يحفظها ويرحمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. منطقة حال السيد الوالي المحترم، السيد رئيس الجهة المحترم، السيدات والسادة النواب، الحضور الكريم، وسائل الإعلام، تحية طيبة. وبعد أود بداية أن أعبر عن احترامي الكبير لمجهوداتكم السيد رئيس الجهة ومساعيكم في قيادة مجلس الجهة، ومع ذلك أجد نفسي ومن موقعي ومسؤولياتي وحرصا مني على تفعيل مبدأ الرقابة التي يخولها القانون أن أتناول بعض النقاط الهامة والأساسية والتي أرى أنها تستحق التقييم والتداول والتقاط الإشارات. إن السياسة الجهوية والبرامج التنمية من قبل مجلسكم الموقر السيد الرئيس تعاني من تعثر واضح وملموس، عدا بعض الأنشطة والمشاريع التي تعد على رؤوس الأصابع، وكذلك المساهمات المالية الموجهة بالخصوص لبعض الجمعيات وبعض الأصناف من المشاريع، والتي يعاب عليها أنها تتحقق في ظل غياب عدالة مجالية ورؤية استراتيجية هامة وموضوعية، وفي غياب سياسة رشيدة تتسم بالحكامة ورفع المسؤولية بالمحاسبة. واسمحوا لي هنا أنه ملي انطلقنا بطبيعة الحال في بدايتنا كمجلس، يعني كان واحد الاقتراح أنه نعطيه أولويات للأقاليم. رحبنا بالفكرة وقلنا كاين أقاليم اللي خصها تكون عندها أولويات، كإقليم مثلا سيدي قاسم، إقليم الخميسان إلى آخره. بالتالي ما يلاحظ الحال أنه غياب العدالة المجالية بين هذه الأقاليم. نأخذ على سبيل المثال الحصر، مثلا تنقولوا إقليم الخميسات تنوجدوا أنه قد ينقسم إلى قسمين، كاين قسم يستفيد من جميع البرامج، وكاين قسم آخر اللي بطبيعة الحال لم يستفيد من أي شيء. وتنقصد هنا بالنسبة للإقليم مثلا كاين مناطق ديال الزعير، كاين حد الرشوة، كاين مخشوش، كاين كذا، يعني تبكي أنا حقاش الطريق ديالي تندوز منها وتنشوف بأنه كان تكون منطقة اللي هي منطقة جدالة. تمشيو كذلك للغرب باغيين نبنيو واحد مركبات سياحية، عندنا مولاي بوسلهام اللي يمكن لها تكون نموذج ديال الجهة، يمكن لنا نحقو فيها ما نريد، نعطيوها واحد النوع من الأولوية ونعطيها من الاهتمام. هنا لكي نوضح بأنه غياب عدالة مجالية، بل هنالك توزيع حسب درجة القرب أو البعد من بعض الهيئات السياسية. فلولا السياسة الرشيدة للدولة والعمل الجاد الذي يقوم به السيد الوالي المحترم وبعض الفاعلين الغيورين على المصلحة العامة، لما رأينا تلك المشاريع الضخمة والتطورات الهامة محققة على أرض الواقع. السيد الرئيس، إن السياسة المتبعة من قبل مجلسكم الموقر قد تصبح تسير ضد عقارب الساعة، سوف أبين كيف. لا يعقل أنه ما يفوق على 10 مشاريع تم إبرامها وبرمجتها في سنة ميزانية 2024 سيتم إلغاؤها وتحويلها، وذلك حسب ما ورد في المذكرة التقديمية للجنة ديال المالية والشؤون المالية والبرمجة والمتعلقة بأشغال تحضير الدورة. وهنا لابد الإشارة أنني قطعت، على اعتبار أنني عضو في اللجنة، قطعت الاجتماع لها يوم 27 يونيو 2024 حيث عللت موقفي آنذاك في مراسلة رفعتها إلى سيادتكم، كان سياق موضوعها التعتيم النمطي الممنهج من قبل مجلسكم الموقر ومن قبل رئاسة اللجنة
وذلك بعدم تمكيننا من المعلومات التفصيليه حول محتوى المشاريع المتضمنه في المذكره شؤون الاعمال، وكذا لانعدام التواصل الفعال والقبلي ولغياب الشفافيه المطلقه ولنهج اسلوب السريه في شان امور ومشاريع يبقى لنا الحق كاعضاء ديال اللجان وبخصوص والمجلس على العموم على الحصول عليها في حينها وبكل محتوياتها. السيد الرئيس، لقد وضعت الساكنه ثقتها فينا وفي هيئتنا السياسيه كمنتخبين لحمايه الشان المحلي وللدفاع عن حقوقها، سيما ونحن اليوم في صفوف المعارضه، وللاشاره فنحن لسنا للتأتيت أو للتصفيق أو للتمثيل التشريعي وتحقيق النصاب القانوني فقط في الحضور، بل إننا وبالرغم من تواجدنا في المعارضة فنحن أعضاء فاعلون لنا غير على هذه الجهة وعلى الوطن ككل، حيث كان من المفروض إشراكنا في عمليات البناء وزويدنا بكافة آلية الاشتغال والتتبع حتى نغني ونجوي كل عمل يسيء الصالح العام. وهنا لابد من الإشارة إلى ما الدور الذي قامت به لجنة الثقافة فيما يتعلق بالإشراك، وهي ناجمة على إشراكها للفاعلين السياسيين في معرض أو إيواق الكيسة. بطبيعة الحال ساهمنا وشاركنا وكان يعني واحد تقدم جد ملموس، إن لم نقل راه يعني كان معرض اللي كان في مستوى ديال الهيئات اللي واللي هما غناهم بطبيعة الحال المعرض أو الرواق على الأخص. وبناء عليه أنه هذا الرواق هذا بطبيعة الحال حدا واحد، وعندنا ملاحظات بطبيعة الحال سوف تتحسن فيما بعد هذه الملاحظات، ولكن لا يمكننا أن ننفي القضية ديال الجودة، رغم أنه الناس اللي جبنا جاو من فلوسهم ومن مالهم الخاص ودخلوا حتى الأوراق باش دخلوا هما قطعوا هذيك الأوراق، إلا أنه الملاحظ في الخدمات صرفات ما يفوق 27 مليون معدل 5 مليون في النهار. وراسلنا السيد الرئيس في الموضوع ليعطينا واحد التفصيل شنو هي الخدمات اللي دار، رغم انه حنا ساهمنا بواحد المليار. وهاد الرواق بطبيعه الحال كانوا فيه متطوعين بطبيعه الحال من جميع الاسماء، فين جات هاد 25 مليار. هذا هو سيبقى لنا رأينا الموضوعي في اي قضيه ما لها علاقه بالمجلس والشأن المحلي والجهاد، سيما المحاطة بالتكتم والسري رأيا ناقدا وبناء، ولسنحمل جاهدين على إيصاله إلى الرأي العام وإلى السلطات الوصية وإلى كافة المعنيين في هذا الشأن، وذلك بالطرق القانونية الممكنة، سيما وأن ذلك مكفول قانونا ودستوريا، كما سيبقى لنا الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمصادر القانونية المعمول بها وكافة الوسائل والطرق الممكنة قانونا، والتي ستكون نهجنا وطريقنا في المستقبل تجاه أي تعثر أو عدم تجاوب محتمل من قبل مجلسكم الموقع. إن سياسة التحكيم في المعلومات وأسلوب السرية من قبيل مجلسكم الموقع، لا سيما تجاه بعض السادة النواب حسب ما هو متداول وملموس في العديد من الأوساط النواب والمستشارين، أصبح مسألة مثيرة للقلق. فانعدام الشفافية والوضوح في تقديم المعلومات حول سير العمل والمشاريع المختلفة يعزز حالة من الغموض وعدم الثقة، فمن حق أي عضو في المجلس الاطلاع على التفاصيل وعلى الخطط والمشاريع التي تتكتمون عليها السيد الرئيس، ومعرفة الأسباب وراء أي تعثر أو إلغاء أو تحويل، لا سيما برنامج التنمية الجهوية والمشاريع الموكولة كذلك إلى الوكالة. شكرا.
السيد الرئيس واحد بلاجه غير اعطيوكم غير عاد هذا حساب بس ما يكون مش حنا الفوق لا ما احنا غير نوع من العاده ما نتكلموا كاع ما نتكلموش كاع لا ولكن في واحد من نوع من العاده الاحساب في هذه ملي نقولوا راه عندنا غير الفرصه باش نعبروا ماشي واحد تعطيه اسمو الوقت اللي هو مغاير الاخر وهذا راه غياب طريقه حل ديمقراطيه حقيقيه. اما فيما يتعلق بالوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع سبق لي وان وجهت لسيادتكم مراسلات كثيره من اجل زودنا بمعطيات حتى نقوم بالدور المنوط بنا، ولا زلنا الى يومنا هذا لم نتوصل باي جواب الا جواب فيما يتعلق طالبته باللجنة ديال الافتحاص والتدقيق، وقلت في الرسالة بأن هذا يتعلق باللجنة ديال المراقبة، وأعدت الالتماس مرة أخرى، بمعنى أنه في الوقت الذي تندوس فيها مشاريع ديال الوكالة إلى جهات أخرى من الجهات، في الوقت اللي كان البرنامج ديال فك العزلة عن العالم القروي، كانت الوكالة عندها بطبيعة الحال مشاريع. ولكن ملي توقف هذه المشاريع في 2023 ما هو دور الوكالة في الزمن وفي الوقت الذي توظف فيه الوكالة موظفين؟ في الوقت الذي تقتني فيه الوكالة سيارات واش رباعية ولا ثمانية ما عرفتش انا رغم انه المنطقة لا او الساعة الجغرافية لا تتطلب ذلك بل عندنا حاضرة ربما اللي فيها سيارات اللي يمكن تقوم بهذه المهام هذه. فالشفافية السيد الرئيس ليست فقط ضرورة تسهيل التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف، بل هي أيضا حجر الزاوية لبناء الثقة وتعزيز المشاركة الفعالة الأفق. السيد الرئيس نطالبكم بمراجعة هذه السياسات والعمل على تعزيز نهج الشفافية والمساءلة وإشراك الجميع في عمليات البناء. وأسطر على البناء، راه ملي شاركتنا في اللجنة ديال الثقافة في العملية ديال البناء شوف النتيجة، يعني راه كاينة طاقات تبارك الله اللي يمكن لها تفيد في الموضوع. من المهم أن تكون هنالك تقارير دورية ومفصلة تعرض فيها أو للسادة النواب وتوضح فيها كل المستجدات والتحديات التي تواجه المشاريع. على سبيل المثال الحصر برنامج بنية جهوية الذي لنا فيه سؤال، برنامج تكوين مستمر بطبيعة الحال اللي فيه صفر سنتين تكوين إلى آخره. إن موضوع السرية الممنهج من قبل مجلسكم الموقر ومن طرف إدارة الجهة في شخصي بطبيعة الحال لا عندنا واحد طلب آخر وهو تعيين مخاطب لشؤون يعني كما ينص عليه ذلك القانون بطبيعة الحال المادة 123 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تنص على أن الإدارة تتألف وجوبا من مديريتين، مديرية عامة للمصالح ومديرية شؤون الرئاسة. هذه شؤون الرئاسة غايبة، بالتالي تجعلنا احنا كمستشارين ما تنعرفوش المخاطب ومعاه نمشيو، وبالتالي تنكلنا تنشوفوا ديك المكاسب إلى درجة أنه بطبيعة الحال أصبحنا مستعدين نجيو ناخذوا بطبيعة الحال المعلومات ولا هذا، المعلومة إلا بغيناها راه تنكاتبوا السيد الرئيس فيها، ولا نحتاج إلى ميثاق أخلاقي ولا ميثاق أخلاقي اللي خصو يكون ميثاق اللي خصو يكون عندنا حنا السادة النواب. السيد الرئيس، إننا جميعا نسعى لتحقيق نفس الهدف وهو النهوض بجهتنا وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين. بطبيعة الحال فانتقاداتي نابعة من منطق الحرص على المصلحة العام، فهي انتقادات بناء ينبغي التقاط إشاراتها، كما أن موقعي السياسي في المعارضة ورغبتي الصادقة في رؤية جهتنا تحقق أهدافها وتطلعاتها تجعلني دائما أمد يدي لمجلسكم الموقر للمشاركة الفعالة والبناءة، وقد أكدت ذلك في العديد من المواقف. ومن هنا أطالبك دائما بما أننا في منتصف الدورة أطالب بعقد دورة لتصالح
دورة لتقييم، دورة لنعرف أين نحن حتى نصبو إلى المستقبل. و لا تقدم هنا بالشكر بطبيعة الحال ونهني الأخ ديالنا علي بن حمزة على الثقة التي حظي بها، وأشكر السيد الرئيس وأشكر الجميع على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتطلع إلى تفاعلكم الإيجابي مع هذه النقط المطروحة. والسلام عليكم ورحمة الله، وأعتذر إن كانت هناك إطالة. السيد الرئيس.